الدين كأثر جانبي، religion as byproduct. المدرسة التانية لأصل الظاهرة الدينية عادة ما بتشوف الدين كأثر جانبي byproduct لتطور سمات أخرى. عالم الأحياء التطورية الأمريكي المعاصر ستيفن جاي جولد جادل في ورقة بحثية بعنوان التكيف المسبق أداة رئيسية لعلم النفس التطوري Acceptation a crucial tool for an evolutionary psychology نشرها سنة 1991 إن الدين مثال على التكيف المسبق أي إنه سمة تطورت لهدف ما مبدئي لكن مع الوقت وظيفتها تغيرت زي ريش الطيور اللي بيعتقد إن وظيفته التطورية الأولى كانت التدفئة لكن مع مرور الوقت تم إعادة تكييف أو توظيف الريش بهدف الطيران لكن جولد ما بيقدمش سمة محددة تم اختيارها مبدئيا عن طريق الانتقاء الطبيعي وتغيرت وظيفته مع الوقت لتقديم الظاهرة الدينية لكنه بيعيد طرح اقتراح فرويد بأن المخ البشري الضخم تطور لأسباب أخرى أدت في النهاية لظاهرة الإدراك consciousness اللي دفع البشر في البداية للتعامل مع مبدأ فناء النفس morality وقد يكون الدين ظهر كحل لإشكالية الفناء لكن مش دي الفرضية الوحيدة عن أصل الدين كأثر جانبي عدد من الباحثين طرح عدة عمليات سيكولوجية قد تكون ساهمت في ظهور الدين منها مثلا القدرة على استنتاج الكائنات الحية اللي قد تسبب ضرر الفرضية المعروفة بكشف العميل agent detection على سبيل المثال لو سمعت صوت طقطقة في الغابة قد تكون هناك قوة خفية وراء الصوت السمة في الأصل ساعدت الرئيسيات الأولى تجنب الخطر والموت لكن مع مرور الوقت بقت السمة في البشر تحت مسمى الظاهرة الدينية أصبح صوت الطقطقة في الغابة اللي قد يكون سببته الرياح مسبب عن طريق قوة خفية عن البشر معروفة باسم الإله سمة أخرى هي علم أسباب الأشياء ايديولوجي أو القدرة على تكوين رواية سببية للأحداث الطبيعية وسمة تالتة هي قدرتنا ككائنات بشرية على إدراك أن البشر الأخرى لديها عقول معتقدات رغبات ونوايا التلات سمات دي بالإضافة لسمات أخرى لن يتسع المجال هنا لسردها ساعدت البشر على تصور عميل واعي مدرك ذو هدف وراء العديد من الملاحظات في الطبيعة اللي كان من غير الممكن تفسيرها وقتها زي البرق، الرعد، حركة الكواكب وتنوع الحياة على الأرض عالم الإدراك والأعصاب الأمريكي المعاصر جاستن باريت في كتابه لماذا قد يؤمن أي فرد بالله Why would anyone believe in God اللي نشره سنة 2004 اقترح أن الاعتقاد في وجود الله طبيعي لأنه بيعتمد على الأدوات العقلية الموجودة عند كل البشر والطريقة اللي المخ الإنساني تطور بيها جعلت من الإيمان في وجود إله أعلى ذو خواص زي كمال القدرة المعرفة والعلم أمر جذاب جدا وقارن الاعتقاد في الله بالاعتقاد في العقول الأخرى وجادل إن أحد أهم الوحدات العقلية في المخ البشري هي ما أطلق عليه جهاز كشف الوكالة Hyperactive Agency Detection Device أو اختصاراً HAAD اللي بيعتبر منظومة أخرى لكشف وتحديد الأخطار المحيطة بالكائن الوحدة دي بتساعد في تعظيم الفرص على البقاء حياً خصوصاً في الحالات الدقيقة جداً لأن من الأفضل تجنب كائن مفترس تخيلي من الموت بين أنياب كائن مفترس حقيقي الأمر اللي بيعظم من فرص الاعتقاد في الأشباح والأرواح والكائنات الخارجة عن إطار الطبيعة بشكل عام